السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم فراخ محشية بالبصل، حاجة كده خطيرة جدا هتعجبكم قوي. بصوا جمالها، وفيها تكات جديدة خالص لعمايل الفراخ هتعجبكم، وكمان تغيير خالص عن المعتاد. يلا تابعوا الفيديو. عندي هنا فرخة وزنها 100 جرام، يفضل ان هي ما تكونش كبيرة عشان تستوي معايا في الفرن. ومعايا هنا بصلتين مفرومين، والتوابل معايا ملح وفلفل اسمر وبهارات بس. هحط كده الملح والفلفل الاسمر والبهارات على البصل المفروم كده، وهطعم البصل بالتوابل بتاعتي كويس قوي. اهو بصوا شكل الحشو هيبقى عامل ازاي. اخد كده من الحشو. بصوا انا الصدر انا نغست فيه كده بالسكينة عشان يتشرب من الحشو والتتبيلة، اهو عملت له كده فتحات. هبدأ كده احط من الحشو وادخل كده في الفتحات دي، هطعم لي الصدر بتاعي. انتي كده بتفتحي بين اللحم والجلد، وبعد كده تمسكي الصدور وتنغزي فيها كده بالسكينة وتعملي فيها فتحات عشان تتشرب من الحشو والتتبيلة. اهو، وبرده عند الورك هنا اهو بتبله كده كويس بالحشو والتتبيلة بتاعتي. اهو هنا عند الصدر من هنا برضو بدخل كده وبطعم قصدي الورك، بطعم الورك بتاعي اهو. بصوا الشكل عامل ازاي، والناحية التانية برضو. حط كده عند الورك. عايزه اقول لكم الفراخ دي هيطلع طعمها خطير، يعني الحشوه ديت بالتتبيله بتاعتها هتخلي الفراخ بتاعتي طعمها رهيب. اهو هطعم بقى الفرخه كده من جوه. هبدأ بقى كده احطها في الفتحة اللي هنا دي، ما تقطعوش يا جماعة الحتة ديت عشان تدخلي فيها الفرخة بتاعتك. هي اتقطعت بقى لوحدها، خلاص انا هحاول بقى اربطها وارجع لكم تاني. انا هنا كده عملتها بالخيط عشان الجزئية اللي هنا كده اتقطعت مني، انما هي لو ما اتقطعتش منك بتدخلي الاتنين دولت كده فيها وتزنقيهم مع بعض وبتتقفل كويس قوي. بصوا الحشوة اهي، اسيبها بقى في الحشوة بالتتبيلة ديت كده لمدة ساعتين ونرجع بقى ندخلها الفرن مع بعض. كده هو عدى على الفرخة في التتبيلة حوالي ساعتين. جبت كده اكياس حرارية، بصوا اهي اكياس حرارية مقاس وسط،
الكيس دوت فيه 5 اكياس ب5 جنيه اهو، وكمان بيبقى معايا كده الاربطة بتاعته اهي، بتفكيها وتطلعيها بتاع كل كيس، في احجام كتير اللي انت عايزاه. ده المقاس اهو الوسط. حلاوة الكيس دوت ان هو اول حاجة ان هو بيخلي لي الفراخ من جوه طرية جدا، يعني تلاقي كده وانت بتاكلي الفرخة وسبحان الله بيطلع طعمها مميز جدا في الاكياس الحرارية دي، والفراخ من جوه كمان طرية، وكمان بيسوي لي الحاجة بسرعة وبيحافظ لي على التتبيلة، فهو ليه مميزات كتيرة قوي اهو كده. اهو الرباط بتاعها، فانتوا لو لقيتوها يا بنات جيبوها، هي بتتباع في اي ماركت هتلاقيها، اكياس الحرارية بتاعت الفرن، تتبلي فرخة تحطيها فيها، فرخة مثلا عايزاها تستوي بسرعة، هتعملي ورقة خضار، لحمة بالخضار تحطيها فيها بتطلع طعم الخضار تحفة. ما تخليكيش التتبيله تقع بقى وتتبهدل اهو كده، قفلتها تمام. هعمل بقى دلوقتي كده فتحات عشان تطلع لي البخار اللي هيطلع من في التسويه اهو، بس عايزة اقول لكم حاجة، لما تيجي تعملي الفتحات دي تعمليها من فوق، ما تجيش مثلا تحت الفرخة وتقومي عاملاها، تقوم الحاجة التتبيلة او اي حاجة بتنزل من الفرخة تنزل وتتحرق وتحرق لك الفرخة من تحت، لا اعملي الفتحات من فوق كده. اهو كده انا ربطتها وخلصتها، احط بقى ايه، احط كوباية مية في الصينية من تحت تمام. اول اما المية دي تغلي، اول ما كوباية المية دي تغلي اهو كده خلاص ربطتها كويس بالقفل بتاعها. إيه عندي بقى كده، جبت كوبايتين من المية تمام، هحطهم كده في الصينية من تحت في ناس تقولك لا ما تحطيش مية في الأكياس، لما تيجي تسوي في الأكياس الحرارية هي هتنزل ميتها وتستوي براحتها. بصوا يا بنات أنا بعمل حذري في كل حاجة، يعني ما استنيش لما الفرخة تنزل ميتها وأبص لقيت اتحرقت، أبص لقيت الكيس اتحرق، لا أنا بحب أحط مية والفرخة تستوي على بخار المية اللي أنا حطها ديت، يبقى ضمانا إن مفيش حاجة تتحرق مني تمام. أنا كده حطيت كوبايتين مية في الصينية من تحت، اول احطها دلوقتي في الفرن، اول اما الميه دي تغلي اقوم موطيه الفرن عليها واسيبها بقى تستوي براحتها خالص. عايزه اقول لكم طريقه التسويه ديت هتطلع لك احلى فراخ هتاكليها، يعني التكات البسيطه ديت تهتمي بيها جدا، يعني تحطي كوبايتين الميه اول اما او حطها في الفرن، اول ما الميه دي تبدا تغلي هوطي عليها وهدي عليها النار خالص واسيبها بقى تستوي في الفرن على نار هاديه، ودوقي بقى احلى فراخ. يعني بصي اوعي تدعي لي، قسما بالله هتدعي لي تمام. اوديها بقى دلوقتي الفرن، واول بقى ما تستوي هنطلعها بقى عشان نحمرها مع بعض، استنوني بقى. هدخلها بقى كده دلوقتي الفرن واوطي عليها خالص وتبقى بقى تستوي براحتها، ولما تطلع نحمرها بقى مع بعض. بصوا يا بنات انت لو مش يعني لو انت عايزه تحطي التوابل ديت في الميه من الاول من قبل ما تغلي براحتك، يعني ممكن برضو اول ما تحطي كوبايتين الميه تحطي لهم الورق اللوري والحبهان والكوبيبه الصيني براحتك تمام. عايزه تستني لما تغلي وتحطي لها التوابل برضو براحتك، يعني مش هتفرق برضو قوي.
احطها بقى على نار هاديه دلوقتي واسيبها بقى تستوي براحتها. خلاص كده الفرخة بتاعتي استوت، هي فتحت كده في الفرن لوحدها، فمش مشكلة. تمام، هعمل لها بقى دلوقتي كده الخلطة بتاعت التحمير اللي انا هحمرها فيها. عندي هنا معلقة كبيرة من البابريكا ونص ليمونة ومعلقتين كده سمنة كبار. هاجي كده على البابريكا وهعصر عليها كده نص الليمونة خلوها ليمونة كاملة عشان معلقة البابريكا بتبقى كبيرة عشان ندوبها فيها. اهو كده هنزل كده عليها المعلقتين السمنة خلطة. اهو عايزة اقول لكم خلطة التحمير ديت جبارة، مختلفة شوية عن الخلطات التانية اللي هي معلقة الصلصة او الكاتشب. او بصوا تحسوها كأنها صلصة، ودي برضو تأكيد جديدة جدا في عمايل الفراخ. اهو عايزة اقول لكم ريحة الحشوة بتاعة البصل قلب الدنيا، ريحتها رهيبة. اهو كده هدخلها بقى الفرن تتحمر من على الوش ده. اول ما يتحمر هقلبها الناحية التانية وهدهنها برضو وهي احمرها من الناحية التانية، ونرجع بقى اوريها لكم. اهو يا بنات الفرخة خلاص استوت واتحمرت كويس قوي، وبصوا ريحتها رهيبة قسما بالله، ريحة الحشوة رهيبة، خلطة التحمير كمان اللي احنا عملناها لها جميلة جدا، صدقوني جربوها تعجبكم قوي قوي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.